وحول نتائج التصنيع الوطنية ينضم إلي من الرياض المهندس مطلق المراشد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية. أهلا بك معنا سيد مطلق وشكرا على حضورك. نتحدث يا مرحبا يا هلا وسهلا. نتحدث عن خسائر بقرابة 332 مليون ريال. نعم. ذكرتم سابقا بأنه سببها هي عقود التحوط والمشتقات مع بعض البنوك. هناك نفس السؤال اللي أنا طرحته يمكن مطروح أيضا من بعض المحللين، سأعرض عليك هذا السؤال من قبل السيد محمد العمران، نستمع سويا ونجيب على الأسئلة. أعتقد أهم نقطة كشف تفاصيل حول موضوع التحوط من ناحية الأدوات المستخدمة، كم تكاليفها، إيش طبيعة المفاوضات الآن مع البنوك. المفروض أن في ظل هذه الأوضاع أيضا أن الشركة تعطي توقعات مستقبلية لأسعار محتملة لانخفاض اليورو حتى تكون الأمور واضحة أمام المستثمرين وحتى الشركة تكون شفافة تماما. يعني مثلا لو نزل اليورو إلى 1:1 أمام الدولار، إذا نزل اليورو إلى 90 سنت أمام الدولار، إيش انعكاسات الاتفاقية التحوط هذه مع البنوك على القوائم المالية. أعتقد أن الشركة يتوجب عليها أن تعلم مثل هذه الأرقام حسب توقعاتها، يعني ليس بالضرورة أن تكون يعني مطابقة تماما، لكن على الأقل تعطي توقعات داخلية لانعكاس تغيرات أسعار صرف اليورو على النتائج المالية للشركة. لكن فيما يتعلق بوضع سوق البتروكيماويات أو حتى ثاني أكسيد التيتانيوم، أعتقد أن هذا يعني المستثمرين يعون مثل هذا الموضوع ويتولونه بحكم متابعتهم لمثل يعني هذه المنتجات ولمثل هذه الأسواق. طيب، عقود التحوط أستاذ مطلق، دعنا نبدأ بها، كم بلغت هذه العقود وما هي نوعية العقود التي لجأتم إليها؟ أولا أشكرك وأشكر الأخ محمد على السؤال الوجيه، ولكن أبغى أوضح أنه أشكره جدا لأن هذا يوضح الفرق بين محلل مالي واقتصادي ورئيس تنفيذي لشركة كبرى. نعم. هل من العقل أو المنطق أنه رئيس شركة كبرى يتفاوض مع بنوك على عقود، أنه يجلس قدام الناس ويقول والله تسذا والله تسذا والله تسذا؟ للأسف هذا كلام غير منطقي. إحنا صح في اتجاه مفاوضات، والأخ فواز الفواز وهو معروف للجميع داخل المملكة وخارج المملكة وعالميا، وأنا شخصي انفولف هو في أحد الشركات التصنيع، مش في تصنيع، أحد الشركات التصنيع، والإدارة المالية الآن تحت الكنترول حق شركة التصنيع، والوضع طيب جدا، ما في إشكالية. عقود التحوط تأخذ من قامة الدنيا وقعدت، هذا شيء طبيعي. ولكن القرار اللي اتخذ في ذاك الوقت على اليورو والدولار أخذ قرار في وقته، ما كان يعرف أن اليورو بينزل اللي نزل له الآن. إحنا الآن خذنا شو اسمه كونتينجنسي كاملة للوضع، وإن شاء الله الأشياء دي ما تتكرر في المستقبل. ولكن أرجو العذر والمسامحة أني أجاوب على سؤال كذا، أنا رئيس شركة ماني محلل اقتصادي، يعني بس ما فينا نعرف حجم هذه العقود جارية. سيد الآن مطلق، كم حجم العقود؟ حجم على العقود متغيرة، لأن حجم العقود يا أختي متغيرة، لأن تمشي بعض أسبوعيا وبعض شهريا وبعض سنويا. وعقود هذه وضعت اليوم وأمس ولا البارح، العقود هذه وضعت لها سنوات بعضها، لذلك من غير المنطق أني أي، لأنه في عقود فيها خسائر مثلا، في عقود ما فيها خسائر. ويجب المشاهد يفهم أنه الخسارة هذه خسارة نسميها بالمحاسبين unrealized loss، معناه أنه ما هو كاش تدفع الشركة، هذا شيء دفتري على حساب بند البروفيت واللوس ستيتمنت. طيب، هذا الشيء المفهوم يا أخوان. هل كان في شرط جزائي لإلغاء هذه العقود دفعته التصنيع الوطني؟ طبعا طبعا طبعا. فينا نعرف أي كم هو الشرط الجزائي؟ اسمحي لي أجاوب. طبعا أي واحد يدخل في هيجينج انسترومنتس أو يسمى التحوط فيها جزاءات، لذلك الشخص ما يقدر يسكرها بس باليوم يقول يلا مشينا توكلوا على الله. هذا غير منطقي، لذلك الأمور فيها مفاوضات فيها نقاش. ولكن الأشياء اللي خذناها في الربع الأول إحنا متأكدين إن شاء الله إنها ستقلل أو تعدم كل الأشياء في الأرباع القادمة إن شاء الله. نسبة الشرط الجزائي التي دفعت سيد مطلق، لو تعطينا بس رقم لحتى المستثمر يعرف. كيف يعطي شرط جزائي؟ يا أختي الشروط الجزائية في عقود التحوط عشرات، ما هو شرط جزائي واحد، فيها شيء كذا وفيها شيء كذا وفيها شيء كذا، ما فيك تقول والله هذا واحد. نعم. كلام مو بصحيح. طيب، نتحول للمبيعات، قد بلغت المبيعات طبعا بالنسبة للشركة خلال هذا الربع، ومن أي المنتجات تحديدا حققتم أعلى المبيعات؟ المبيعات زادت بشكل كبير للشركة بحدود وصلت تقريبا 4.5 مليار ريال،
المبيعات فيها زيادة بالمبيعات والإنتاج، هذه النتائج اللي الواحد يجب ينظر لها. النتائج الإنتاج والمبيعات ممتازة، التحوط صار شيء ونعالجه وإن شاء الله behind us خلاص انتهينا منه. الإنتاج ممتاز، المصانع شغالة، المنتجات المبيعات البتروكيميكال اللي هي البوليأثيلين والبروبلين وحامض الأكريليك والسوبر أبزوربنت والبيوت الأكريليت، هذه كلها ولله الحمد فوق الأرباع الفائتة ومستوى الإنتاج عالي جدا للشركة. نرجع إلى التيتانيوم دايكسايد، ثاني أكسيد التيتانيوم، هي المادة تدخل في الأصباغ وهذا الألوان وغيرها، هذا كمان صار فيها نفس الوقت زيادة في الإنتاج والمبيعات، ولكن للأسف زي ما شفنا وأعلنت الشركات وبعضها مثلي أنا يعرفه داخله وخوارجه مثل سابق أعلنوا فيها نزول 40%، شركة قطر البتروكيميات 40%، واضح أنه السوق البتروكيميات فيه انخفاض. يعني أدي كانت مبيعاتكم منها للتيتانيوم، أدي كان في مبيعات بالتيتانيوم؟ التيتانيوم تقريبا ما يعادل تقريبا النص من المبيعات زي الكيميكال، يعني الشركة تقريبا نص نص. نعم طيب، بالمقابل كان عندكم زيادة بحصتكم بشركة كريستال سيد مطلق بحدود صح. 16% أو نعم. 13% لا أذكر تحديدا الرقم، 13% إلى أي مدى يعني هي أيضا هذه الشركة كانت تعاني من أسعار التيتانيوم، هل مثلت زيادة نسبتكم بالشركة أي ضغوط على الإيرادات أو الأرباح لهذا الربع؟ لا طفيف، لأنه القرار اتخذ من العام الماضي وقرار أنا برأيي أنه قرار صائب لي، أنه الشركة تصنيع تبغى تأخذ الكنترول الكامل في الجمعية العمومية. أنا التيتانيوم دايكسايد ومعدن التيتانيوم يعتبر توجه استراتيجي بالنسبة للتصنيع، لذلك في الجمعية العمومية لازم يكون عندي النسبة الكافية بحيث أتخذ القرار بدون الشريك أو الماينورتي الشريك الصغير يوقف القرار حقي، لذلك شريت 13% بحيث أن شركة التصنيع تحقق هذا الشيء وهذا اتجاه صحيح ما عليه غبار. وبعدين لا ننسى التيتانيوم دايكسايد يكون قبل سنتين كان مربح جدا صحيح. زي البتروكيميكال زي غيرها، يعني هذه دائرة دورة تطلع وتنزل، يعني شيء عادي ما يجب الواحد ما ينفعل ولا يعني هل هناك يعني نية لزيادة حصتكم لاحقا بكريستال أو حتى ربما شركات أخرى سيد مطلق اللي بتقل نسبتكم عن 20% فيها؟ كل شيء ممكن طبعا، شريكنا في كريستال هو شركة حكومية جي آي سي شركة الاستثمارات الخليجية وهي شركة ملكات لحكومة الخليج، لذلك هذا شيء راجع لشركة الجي آي سي، ولكن المستقبل ما أكيد لو جت الفرصة وكل الطرفين متوافقين طبعا ما في خلاف. والشركات الأخرى اللي بتقل نسبتكم فيها عن 20% هل هناك أي مخطط واستراتيجية لزيادة إحنا دائما النسبة؟ إحنا يا أختي دائما نحاول نأخذ نسبة بحيث تعطينا والديكول في المانجمنت كنترول. انفستمنت صغيرة ما هو صراحة البزنس حقنا، مو بشغلنا، عندنا الآن بس جزء منه يمكن تخلص منه في المستقبل، جزء نخليه بس مش مهم، المهم لنا أنه إحنا ندخل ونكون المشغل والمسوق. نعم. هذا أهم شيء بالنسبة لنا. طيب إذا ما تحدثنا عن القروض بالنسبة والتسهيلات المتوفرة بالنسبة للتصنيع الوطنية سيد مطلق، كم يمكن كان متوفر لديكم 35 مليار و500 مليون، ما الذي تم استخدامه حتى الآن من هذه القروض؟ أكثر القروض استخدم ما عدا القروض اللي جاء، لا شوفي القروض اللي عندنا الآن هي أكثرها لمشاريع في حائل تابعة لوحدة العمل الاستراتيجية للبتروكيماويات ومشاريع جيزان للتيتانيوم سلاجر مع معدن التيتانيوم وتابع لوحدة التيتانيوم الاستراتيجية SBU، هذه في قروض في البنوك التجارية يجزى سحب منها، ولكن السحب منها يعتمد على البروغرس حق المشروع، وفي قروض من SIDF صندوق السعودي للاستثمارات الصناعية نفس الشيء، تأخذ القروض على جدولة متى ما خلصت الكونستراكشن 30 40 70 تأخذ على القرض عادي طبيعي ما في شيء. وتكلفة سداد هذه الديون قد ايه عم تبلغ بالنسبة للشركة؟ طبيعي ما مش 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 كثيرة، بس هذا شيء ما أقدر أتكلم فيه. ما عم تعطيني رقم سيد مطلق، يعني أنا عم بحاول شوي أخذ شوية تفاصيل. أنت تسأليني عن أشياء كيف رئيس شركة يطلعها، ما معقول الكلام هذا. طيب أوكي، خلينا نحكي عن بعض المصانع الأخرى التي تحدثت عنها، الجبيل وحائل وجازان، تكاليفها قد ايه حاليا عم بت، هل هناك زيادة بالتكاليف جيزان سيد مطلق؟ جيزان نعم تكاليف ما عندنا مشكلة، أبشري أبشري على خشمي زي ما يقولون. تكاليف جيزان تقريبا نص مليار إلى 600 مليون دولار. نعم. تكاليف المشاريع التحويلية للبلاستيك اللي في حائل ما يقارب 600 مليون ريال، وعندنا مصنع ثاني للبلاستيك في صناعية الدمام
بحدود 75 مليون ريال. نعم. هذه التكاليف المشاريع الآن تحت الإنشاء. طيب. أو التشغيل التجريبي. يمكن في سؤال أيضا خليني أسألك يا ضروري فيما يخص القضية القانونية على شركة تابعة لكريستال سيد مطلق بالولايات المتحدة الأمريكية، يعني أين وصلت هذه القضية القائمة؟ ما عندنا قضية بقضية تابعة تابعة لكريستال بالولايات المتحدة مذكورة بالقوائم المالية لديكم. لا ما عندنا قضية. لا يا أختي مش صحيح الكلام هذا، ما عندنا قضية لشركة تابعة في الولايات المتحدة. الولايات المتحدة شركاتنا كلها باسم كريستال. نعم. ما في شيء بغير اسم كريستال، ما عندنا قضية في أمريكا. ما أدري من جاي من الخبر هذا. على القوائم المالية سيد مطلق مذكورة بالقوائم المالية بالنسبة للشركة. هذه يا أختي هذه شركات account receivable. نعم. هذه account receivable عندك واحد زبون يتأخر ولا تتأخر، هذه الشغلات يعني بس تافهة ما تعتبر قضايا. طيب collection يسمونها. أوكي. حجم الاستثمارات المرصودة اليوم بعد ما الخسائر اللي تحققت بالربع الأول، متى سنرى يعني بالربع الثاني هل ستحققون الربحية من جديد سيد مطلق وفقا للتطورات العالمية؟ يعني هل سنمحي هذه الخسائر؟ خليني لو سمحت أعطيني الوقت. أولا لو نظرنا للي صار الآن، وهذا شيء الناس تشوفه من ISIS، أي واحد يروح يقرأ الISIS إندكس يرى أنه في نهاية مارش بدأت الأسعار تطلع، أسعار البتروكيميكال وأسعار ثاني أكسيد التيتانيوم. لذلك الآن السوق في تحسن. السؤال اللي ما حد يقدر يجاوب عليه، هل التحسن هذا بيستمر ويرتفع الأسعار أو إنه بصير اللي يسمونه بلاتو، يعني الأسعار بترتفع وتبقى كما هي. لذلك أنا أتوقع بظل الأسعار الموجودة إن شاء الله للتصنيع إنه إن شاء الله نتائجنا في الربع الثاني والأربعة القادمة ستكون أفضل. التوزيعات كانت 10% 2014، وبالتالي قديش منتوقع كانت ريال للسهم؟ أي صحيح كانت ريال للسهم. أي إن شاء الله فرصة نشوف شو اللي عندنا المشاريع وش اللي عندنا الكاش ونوزع على الكاش المتواجد، وهذا شيء راجع لمجلس الإدارة والجمعية العمومية. نتمنى لكم التوفيق سيد مطلق المراشد الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية، وشكرا لرحابة صدرك يعني لكل الأسئلة. شكرا.